في يومه الاثنين الرابع عشر من تشرين الأول من هذا العام، كشفت وسائل إعلامية سعودية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم صقرا حرا كهدية للملك سلمان لدى زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث أشارت إلى أن خادم الحرمين الشريفين أبدى اهتماما بالصقر وعبر عن إعجابه بتلك الهدية. حسب تقرير لموقع العربية دوت نت، تعتبر روسيا موطنا للصقور الحرة البيضاء النادرة بأنواعها المختلفة، وهي من أغلى ما قد يهدى للملوك والزعماء الذين يحبون رياضة الصيد العريقة. ذكرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أن الطائر الذي أهداه بوتين للملك سلمان يحمل اسم ألفا أو نجم الشمال، وهو من فصيلة الصقور البيضاء النادرة المتواجدة في كاماتشاتكا، وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية. ويعتبر هذا النوع من الصقور الأكثر رغبة وقيمة لدى السقارين، ومن أكثر أنواع الصقور تعدداً، حيث يتميز بلونه الأبيض وبحجمه الكبير نسبياً مقارنة بالأنواع الأخرى. صحيفة عقاد السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز هو بدوره قدم هدية للرئيس الروسي بوتين، وكانت على شكل لوحة فنية تحمل عنوان عطاء نجد، وذلك بمناسبة زيارته للمملكة العربية السعودية.